المعركة الآن الدائرة هي بسبب الفراغ السياسي الموجود في لبنان. مظبوط. وبسبب إنه أصحاب القرار هم أناس يتلاعبون في الملف الداخلي في لبنان حتى الملف الدولي، ولا أحد يقول لهم ماذا تفعلون. عرسال لن تكون ساحة معركة مهما كلف الأمر. نحن عرسال جزء مننا، ولا نقبل أن تكون ديار من أهل السنة هي معركة كسر عظم. كسر العظم راح يكون في الجر، إما أن نكون وإما أن لا نكون. بالنسبة لنا هون الحمد لله في حوالي 1000 مقاتل الآن موجودين في الجر. نعم عم يأخذ أرض، سلاح اللي عم يستخدمه دول ما تستطيع تقاومه، ولكن نحن عندنا سلاح الإيمان بفضل الله عز وجل عم نواجه هالقصف المدفعي اللي أيضا الجيش للأسف الجيش اللبناني يشارك. هيدا لجوان قهوجي بفصلوها. للأسف إنه الجيش اللبناني عم بيشارك وبشكل واضح الحزب بقصف الأماكن. وأكيد الشباب نقل الخبر إنه عم يسمعوا كل يوم عم ينزل قصائد فون، لكن الله عز وجل عم يسلم. فنحن إما أن نكون أو لا نكون في الجر، ليس لنا خيار لا شمال ولا شرق ولا غرب. إما أن نفتح بلادنا وإما أن ننتصر على أعدائنا وإما أن نقتل دون ذلك. وهالشباب الله قدر أن يكونوا معنا بالمرحلة، إن كان نصراني ولا درزي ولا غيره، هم ما دخلوا لعنا زيارة ونحن أسرناهم ولا فتنا جبناهم من بيوتهم، هي رسالة سبق حكيناها، ولكن طول ما أنه هن عنا فهن في أمان، ونحن نحفظهم كما نحفظ شبابنا وأولادنا. أما إن قدر الله عز وجل أنه يصلوا وتصير ساحة المعركة هي مكان وجودهم، فهو الأمر نحن ما عاد لنا دور فيه، نحن الأمر بكون خرج من إيدنا، فرح يسومهم ما يسومنا ولن نجعلهم ذريعة إن شاء الله. ونحن ما نمت ترسيفياً، بالعكس نحن استخدمنا هذا الملف حتى يصفوا أهل لبنان أصلاً. بجوز ما يصفوا، ولكن أنا على يقين أن هالشباب رح تخرج إن شاء الله. شلون ما نعرف طبعاً، شلون رح تخرج عندما الله يفرج عن الوضع هون. وأنتم بتعرفوا قديش عانى أهل السنة من القتل والتشريد وغيره، والسبب اللي نحن عايشينه هلا هو تهجير اهل السنه من اهل من القرآن. ونحن على حالنا ثابتين ان شاء الله الى اخر نفس، ما راح يقدروا يدخلوا هذه المناطق الا على اجسادنا، ومعناته على اجسادنا معناته اولادكم ما راح يكونوا موجودين. هاي مشان تختصر يعني اجسادنا، يعني على اجسادنا واجساد ابنائكم، لانه ابنائكم لن تخرج، لانه هم ما بدهم لا مفاوضات ولا بدهم شيء، كل يوم كذب وكذب. نحن عم نطلب منهم ادنى شيء اللي هو اخراج نسائنا. يعني نحن انتم نساء نصارى، نحن لا نقبل وحده فيكم تمس بسوء، لانه يعني نحن اهل الاسلام اهل عهد واهل وفاء، ما نقبل وحده نصرانيه تمس بسوء. فكيف عرضي انا اللي هي اختي وزوجتي الان قاعده في السجون عندهم وما اعلم شو عم بيصير فيك؟ ونحن ما طلبنا معجزات، بدنا نسائنا تخرج من السجن. لو في رجل في لبنان واحد فقط، رجل بس يتكلم، كان قائد جيش ولا مجلس نواب ولا فرع امن، لو في رجل بس ما بدي اقول عنده دين، عنده غيره بس، كان ما قبل هذه النساء تقعد لحظات بالسجون. انا حبيت اجي لحتى تشوفوني اني بالجر. ايه يعني انا احب اعزل. اني قاعد بالجر. انا صلي بجيبي. وانا اخر انسان اخرج من الجر، ولن اخرج الا اما في تابوت او باذن الله في مدرعات. وفاتح ان شاء الله، اما اخرج في تابوت او في مدرعات. نسال الله عز وجل ان يثبتنا ان شاء الله. بتكون شيء من عاوزين شيء؟ سلام الله يحميك، الله ينصرك، الله ينصرك. الله ينصر الحق.